هسألك على 2 لعيبة يا كريم، طاهر محمد طاهر وحسين الشحات، مالهم؟ لا انا هفرق ما بين طاهر وحسين. حسين واحد واحد. هتكلم على حسين الاول. حسين بعيدا عن موضوع الفينشنج اللي هو شاغل دماغه، ان هو حسين الشحات اعتقد في جزء من العقليه بتاعته ان هو حاسس ان هو مهاجم صريح وهداف. هي دي الازمه. حسين الشحات في وجهه نظري الشخصيه من اهم الاجنحه في النادي الاهلي، خصوصا بسبب الدور الدفاعي. بيتسو موسيماني فعلا بيثق في حسين الشحات ثقه كبيره جدا وبيعتمد عليه. ليه؟ واحد من افضل الجناحات اللي بيقدر يدافع وباي فول باك بيلعب ورا حسين الشحات بيبقى مرتاح. طاهر هو لو عملنا مقارنه يعني يتعب. ليه؟ طاهر كورك ريت وهو معهوش كوره بيتمشى، هي دي الازمه. طاهر لما بيلعب على الخط بيبقى فيه ازمه في الفول باك اللي وراه، وطاهر لو ادى الدفاع ما يدكش هجوم، خلاص هو ركز في حاجه واحده. وعايزين نبص عشان برضو الساده المشاهدين يفهموا يعني ايه ورك ريت. احنا بنحسب الورك ريت واللاعب معهوش كوره، بيبقى عندك 3 اوبشنز، عندك 3 اختيارات. اول خيار وده الاسهل انك تتمشى. الخيار الثاني وهو الجوجنج، الناس بتحب تروح الجيم التريد ميل، هتلاقي مكتوب عندك كده سرعات مكتوب عليها جوجنج. يعني ايه جوجنج؟ يعني انت بتتهرول، انت ولا بتتمشى ولا بتجري. الاوبشن الثالث اللي هو الجري، اللي هو مين بقى اللي بنتكلم على طارق حامد واليو ديانج، دول الناس اللي بتجري من غير كوره، ناس بتفرهد. وبالتالي انا بشوف الطاهر بيبقى اداؤه جيد لما بيلعب في عمق الملعب. ليه؟ بيقدر ان هو في حد وراه يدافع وراه ويستخبى وراه ويقدر هو يشيله في الدفاع. طاهر اعتقد في وجهه نظري واحده من النقط اللي كانت عنده مساحه في المقاولين، هو كان فري رول بيلعب زي ما هو عايز، يلعب سترايكر، يلعب بلاي ميكر، يلعب جناح، مش مطالب منه شيء. في النادي الاهلي لا، انت في سيستم. فانا بشوف ان طاهر بيحاول يأدي، بيحاول الامانه شفنا في مونديال الانديه داس على نفسه جامد جدا لما اتحط في مركز المهاجم الصريح، وفعلا اداها بشكل مقبول في ظل الظروف اللي كان النادي الاهلي بيلعب فيها. ولكن في وجهه نظري هيفضل طاهر هو محتاج ان هو يركز في حاجه واحده، الحتتين دفاع وهجوم مع بعض ويلعب كجناح، انا في وجهه نظري مش هتبقى ناجحه.